اسمي زهراء، عمري 34 سنة، متزوجة من كان عمري 15 سنة، وعندي 3 جهال. وبداية قصتي انه اني انظلمت من اكثر اهم الناس بحياتي اللي هم زوجي واهلي. هذول الاثنين هم اللي ظلموني وباقوا حقي وعذبوني وهانوني. وارجع لكم بالزمن اللي ورا واسولف لكم على قصتي انه اني تزوجت من كان عمري 15 سنة. زواج تقليدي بشكل مو طبيعي، يعني حتى اني زوجي اول مرة اشوفه بالمحكمة بيوم عقد الزواج، وزوجي اكبر من عندي بست سنين. بس الله شاهد للامانة، بداية زواجنا الرجال كان يخاف الله بيه، ما كان ذاك الرومانسي اللي من يخلص شغل يجيني بورد للبيت وعطر وهدية ويقعدني بحبيبتي وحياتي، لا. بس المهم كان يخاف الله بيه، وبما انه الزواج كان تقليدي فاكيد كلش اعتيادي انه اني راح اكون ساكنه ويا بيت عيالي، اني وزوجي وامه مره كبيره بالعمر واخته نور. اخت زوجي ارمله رجلها متوفي. سبحان الله، من دخلت بيت اهل زوجي وتعرفت على نور اخته صارت بيناتنا فد علاقه كلش حلوه، يعني صدق علاقه اخويه. رأساً تصادقنا ووحدة قامت تضحك ويا الأخت الشاقة وتسولف، وبسرعة وخلال الأيام تطورت علاقتنا كلش، يعني كلش صرنا صديقات بشكل مو طبيعي. قمنا نأكل ونتفرج سويا ونشتغل بشغل البيت سويا، هي تطبخ أنا نظف، أني أطبخ هي تنظف. علاقتنا كلش حلوة صارت واندمجنا بشكل مو طبيعي. يعني حتى بالبداية زوجي كان خايف او ما مرتاح لهاي العلاقة، قال لك اثنين نسوان بالبيت هاي كنا وذيك رجلها متوفي، راح تصير مشاكل وحزازيات بيناتهم ما بيها مجال. بس والحمد لله لا صارت اي مشاكل ولا هاي، ومثل ما قلت لكم بالعكس علاقتنا كانت حلوة ونضحك ونشاقة ونسولف والى اخره. يعني لدرجة انه يعني بالليل مرات زوجي نام، أنا أقوم أنا أطلع من الغرفة أروح أظل قاعدة يمها سهران، نظل للصبح سوالف وضحك وتكرز حاب ونخشب على عالم، وشفتي هاي شون لابسة وشفتي هاي شمسوية، وهيك قضيناها. جوهر الشغلة اللي أريد أسولف لكم إياها أو القصة اللي صارت عندنا بالبيت هي أنه إحنا ببيتنا ما كان أكو تليفونات، يعني لا أنا عندي تليفون ولا نور عندها تليفون. عمتي عندها تليفون هذا أبو الصرصور، وزوجي عنده تليفون وانترنت ما عندنا، يعني الانترنت بالسيم كارت، هو يفعل بالسيم كارت ويعني يستعمل الانترنت لان هو الوحيد اللي يحتاج الانترنت. يعني حتى انا كنت من اريد اخابر اهلي من يجي هو بتليفون اخابر اهلي، او اذا كلش بحالات الطوارئ اخذ تليفون عمتي واخابر على اهلي. استمرت هاي العلاقه الحلوه اللي بيني وبين نور بعد سنين من الزواج، وظلينا قلب على قلب، بحيث انه قامت تقوى علاقتي بزوجي عن طريق نور، لان كان يشوف اسلوبي وياها وشلون اداريها، ومن اطلع للسوق دائما اجيب لها قطعه ملابس قطعه قماش ما ادري شنو، سوالفنا ضحكنا الى اخره، لحد ما قام هو يجيني يعني ويشكر من عندي، يقول لي رحم الله والديك انت خطيه اداريها هالبنيه مكسوره رجلها متوفي، يعني مسويت لها جو. بيوم من الايام قاعدين اني ونور دنسولف، فقالت لي زهراء اقول لك فد شغله، اني حيل متمنيه انه يصير عندي تليفون، اريد انه اشتري تليفون وانزل بيه التطبيقات واقعد اتفرج بيه واقلب وانترنت وهالسوالف. فطلبت من عندي، قالت لي بيها مجال تحكين ويا احمد وتقولي لي انه يشتري لي تليفون. انا قلت لها اوكي تمام ماكو مشكله. والله ثاني يوم، لا والله مو ثاني يوم، نفس اليوم بالليل قاعدين أنا وأحمد بالغرفة دنسولف، فقلت له أحمد شنو رأيك تشتري تليفون النور؟ فهو صراحة هنا أنا تعجب، يعني قال لي تليفون النور؟ جاب الموضوع ببالك ليش؟ إيش معنى يعني إنه يشتري تليفون النور؟ فقلت له خطية بنية تعرف أنت مكسورة وتعرف شنو ظروفها، جيب لها تليفون تقلب بيه تتفرج تغير جو ما أدري شنو، وأنت تعرف همنا يعني أختك مؤدبة ومحترمة مو من هذن البنات، يعني وش يريد يصير مثلا. فقال لي خلاص هذا وراح أجيب لها تليفون وتدللين اللي ترديه جوا نعالج بهالعبارة. قال لي ها، قلت له لا محشوم بارك الله بيك وما أدري شنو من هالسوالف. لفينا راسنا ونمنا. لا والله العفو، ما لفينا راسنا ونمنا، رحت طلعت من الغرفة رحت دابشر نور
راحت بشرتها النورة، قلت لها نورة حكيت ويا أحمد وقال باكر أنا من أرجع من الشغل يجيك تليفون. يا خطية كيفت وفرحت وقامت تحضن بيا وتبوس بيا وما أدري شنو وين. المهم لفينا راسنا ونمنا. ثاني يوم الصبح قعدت من النوم لقيت نور قاعدة وكلها نشاط وحيوية، محضرة ريوق إليا والأحمد، يعني هو مو بس إليا والأحمد إن كليتنا يعني، بس هو بوقت أنا وأحمد كنا قاعدين فنزلنا تريقنا وما أدري شنو وين. ودي يطلع أحمد للشغل يابا في مال لا في مال لا، بالباب بالطرمد يطلع عني، قلت له أحمد مو تنسى اللي وصيتك عليه، فقال لي لا لا خلاص هذا هو ما أنسى. والله صار الظهر وجاء أحمد من الشغل جاء ويا تليفون، صاح على نور قالها تعالي هاي هدية جبت ليش تليفون. طبعا هي سوت نفسها كل شيء ما تعرف، لا تدري لا أساس إنه هي طالبة تليفون ولا أساس إنه تدري إنه أحمد راح يشتري لها تليفون اليوم، سوت روحها متفاجئة وكل شيء ما تدري، خطية فت فقيرة بس فرحانة. وأني الله شاهد والله العظيم طايرة من الفرح لأنه دا أشوفها هي شلون فرحانة بهالشكل هذا. المهم انطانا تليفون فتحناه من الكارتونة ما أدري شنو، قال لها باعي خليه على الشحن خليه يشحن، أنا حروح هسه أنام أقعد من النوم أسوي لك السيم كارت وأسوي لك التطبيقات والجيميل والحساب وما أدري شنو. والله ما كذب خبر خلينا على الشحن، قعد أحمد من النوم طق السيم كارت، سيم كارت سواه باسمه، سوالها انترنت سوالها الجيميل نزل لها اليوتيوب والفيس وما أدري شنو والتطبيقات ومن هالسوالف وانطاها التليفون. طبعا انطاها التليفون احنا مسطورات بالتليفون يعني حيل كلش كنا مكيفين وفرحانين به، بحيث ظلينا الليل كله للفجر احنا نقلب بالتليفون ونطب على فيديو مننا على ريل مننا نشوف ستوري ونطلع مسلسلات على اليوتيوب. صارت حياتنا عبارة انه بس يخلان الجو ويصير عندنا وقت فراغ اثنيناتنا نقابل لنا فهد مسلسل على اليوتيوب وهالحبات والشيبسات ونتفرج عليها. خصوصا انه زوجي احمد منتسب دوامه 7x7، فالايام اللي ينزل بيهن اجازة يشتغل بيها تاكسي، والايام اللي بالالتحاق ما عنده شيء اني همينة ما عندي شيء نقضي اني ونورة سوية نتفرج ونسولف وما ادري شنو. المهم بيوم من الايام قاعدين انا ونور دا نتفرج، فصدفه دا نقلب يعني بالفيس طلع لها اعلان مال تطبيق مال انستا، فهي قالت لي شنو رايك اثبت التطبيق؟ انا قلت لها لا نور شغله ما تعرفين بيها لا تفوتي لها، احنا نشتغل على الشغلات اللي سوانا ياهن احمد، هذا عندنا الفيسبوك دا نتفرج بيه وعندنا اليوتيوب همينة، عوف الموضوع خلي ولي. أنا وياها صراحة عندنا خوفة من أي شغلة ما نعرف لها، يعني إحنا اللي عرفناه بالتليفون يعني صدق حرفيا حمرة تلغي الاتصال خضرة تجاوب على الاتصال، هذا منها تفتح الكاميرا منها تفتح اليوتيوب هذا البحث تدوس تكتب اللي تريده ويطلع لك، ما كان أكو ما عندنا هذيك الإمكانية أنه تعرف وتنزل تطبيق ومتجر ستور وجوجل بلاي وما أدري شنو، هذين كلياتنا إحنا مش نعرفه لهن. بيوم من الأيام قاعدين دا نتفرج آني ونور، وكان يجيها إشعار بالتليفون، ويعني أتوقع 99% آني يعني مقتنعة إنه الإشعار إجاها من تطبيق الإنستا مكتوب بيه هلا وشلونج. هي رأسا رفعت الإشعار هيجي وكأنما ماكو شيء، يعني قلت لها شنو هذا شنو هذا اللي طلع، قالت ما أعرف ما أدري شنو، طمطمت الموضوع عليا. أني همينة غلست مهتميت للسالفة شنو، بس بعدين من المشكلة اللي راح تعرفوها هسه صارت قمت استوعب الفيلم اللي صار وعيد شريط الذكريات والأحداث اللي صارت، فقمت أربط أنه ها هذا بفلان يوم من هيجي صار هيجي صار، وهاي هسه أنتوا راح تعرفوها للقصة راح أسولف لكم إياها. بعد فترة من الزمن من أنه نور صار عندها التليفون أجى علي زوجي بيوم من الأيام قال لي أقول لك شو أنت ردتي أشتري تليفون النور، زين انت ما جيتي علي ولا يعني المفروض ان انت تجين علي تقولي لي جيب لي تليفون الي، او بعد ما جبت تليفون النور تجين تقولي لي يابا الي اني هم من اني مريت تليفون، شو تي لا حكيتي لا قلتي شنو قصتك؟ قلت له انت شو وقت ما تقتنع انه تريد تجيب لي تليفون جيب لي، ما مقتنع ما تريد اني ما راح اقول لك نهائيا، وهذا كل اللي عندي بالتليفون اني اهلي أخابرهم بتليفونك، وإذا كلش كلش أخذ تليفون عمتي أخابرهم بي،
وهاي قاعدين أنا ونور يومية بالليل للفجر قاعدين نتفرج مسلسلات وأفلام وما أدري شنو. ف يعني خليك على راحتك. والله هو ده شيء هيك ما أدري شنو كان يمديده جاء أبويا علاقة كان ينطيني تليفون جديد. قال لي حاج هذا تليفون جديد جبت لك إياه لك نفس التليفون مال نور حتى نفس الكفر ونفس الكل شيء. خاف عبالة نتكاوم بيناتنا ما أدري شنو وما يدري إحنا علاقتنا إيش قد حلوة. همنا نفس الشيء سوالي سيم كارت فعل لي البرامج والحسابات وسوق بلاي ونزل الفيسبوك واليوتيوب والواتساب والمدري شنو هو وجبنا واي فاي للبيت بعد ما ترهم انه ثلاث سيم كارتات وكل سيم كارت بيه اشتراك لا جاب واي فاي جاب راوتر للبيت وقمنا نستعمل الانترنت. نورة وجدتي تباوى عليها تضحك قالت لي روحي راح اخلص من عندك بعد هسه بس قالتها باسلوب يعني بشقة وبضحك يعني مو انه بحقارة او بكراهية قالت لي روحي راح اخلص من عندك بعد هسه اتفرج براحتي تلاقي هذا هو. والله وقمنا اني اخلص شغل البيت اصعد فوق الغرفة قلب بهالتليفون وهي بغرفة تجود قلب بهالتليفون. بيوم من الايام اتصل بي زوجي بالدوام شلونك شخبارك الجهال شلونهم نور شلونها عمتي امي شلونها عمتي مو عمتي أمي أحمد اللي ديحت وياي أي شلون أخباره ما أدري شنو بسولفنا عادي يعني على البيت إيش سويت اليوم إيش راح تسوي مباشر دوامك شلون أدير بالك على نفسك تصبح على خير تصبح على خير في مال لا سديت التليفون وراح أحمد. أنا همينة لفيت راسي ونمت هذا حكي كان تقريبا ساعة بالدعش دعش وربع بهالحدود هاي. ساعة بالثنتين بالليل قعدت على صوت العياط ابني الصغير ديبجي جوعان يريد أسوي له ممية فالدنيا شتها وباردة المي اللي يمي مال الممية بارد فنزلت للمطبخ جوا قلت أحميله مي نزلت أنا على كيف يعني نزلت الدرج على كيف بدون ما أطلع أي صوت لأنه عمتي نايمة جوا وابني الكبير همين نايم يمها بالغرفة والنور نايمة بغرفته فنزلت يعني على كيف على مود لا أطلع صوت و أقعدهم. أخذت الماء الحار ما أدري شنو وفتت من يم غرفة نور شفت الضوء مالتها مشتغل معناته إنه قاعدة وشفت شغلة لخ ألعن وصدمتني بشكل مو طبيعي ريحة جقاير طالعة من الغرفة وأنا ظليت صافنة بيني وبين نفسي قلت شو يعني معقولة نور قاعدة تدخن يعني الموضوع كان كبير بالنسبة إلي أنه ريحة جقاير دخان طالعة من الغرفة فدقيت الباب على كيف على النور تك 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 هيجي هي جاوبتني بخوف وارتباك منو هيجي ماكو قلت لها أنا شبيت شنو السالفة قالت لي روحي أريد أنام قلت لها فتحي الباب شبيت شردحت شوياك نفس اللحظة اللي جابتني بمنو بارتباك جابتني وراها بعصبية ونترة خلص مودا أقولك روحي أريد أنام بعدين باشر عود نسولف. أنا طبعا من حشتيك صراحة حيل انقهرت يعني وقهرت حيل يعني إنه ليش تحكي بهالأسلوب هذا ليش جديد تنتر بوجهي فخجلت واستحيت والموضوع صراحة أذاني كلش بحيث بيومها أنا يعني نمت باشي يعني هل الموقف هذا اللي ممكن البعض يشوفه بسيط أنا حز بقلبي وأذاني وخلاني بهذا اليوم أنام باكية قعد الثاني يوم الصبح طبيعي ما حكيت أي شيء سويت ريوق رتبت البيت ما أدري شنو بس هذا الحكي هي النايمة وهاي من النوادر الصير أنه نور ما تقعد من وقت يعني البيت كله يقعد سوية بنفس الوقت فكملت ما ادري شنو بس مقهوره حيل مقهوره يعني قعدت نفسيتي متاذيه بهاي اليوم بحيث عمتي جت علي قالت لي ايش بيك شمه شو ما مرتاحت لك احسك مو على بعضك هاي قلت لها لا عمه ماكو شيء بس هيك احس روحي تعبانه مالي خلق جسمي مكسر قالت لي خلاص هسه انت مو خلصتي الغداء والتنميم والهاي روحي صعدي قعدي بغرفتك تمددي ارتاحي ما ادري شنو تلا هساني شوي الأخ وأصعد أنا ومدى أصعد فوق الغرفة جتي قعدت نور من النوم ونزلت يعني دي تنزل بالدرج وتقابلنا أنا وياها صباح الخير صباح النور جاوبتها بكل يعني هيك من ورا خشم شلون ما كان يعني قالت لي شبيل حلو شكله زعلان أنا ما جاوبتها رجعت مرتلا قالت لي شبيل حلو مدى أقولش شو زعلانة قلت لها لا ماكو شيء بس شوية مالي خلق عادي هي عرفت حست يعني انه اكيد الموقف اللي سويته البارحة راح يزعلني
فقالت لي لا بعيدة شاقة وياك وما ادري شنو لا تضوجين واني احبك وبوسة وحظ منا انا ما ادري شنو طمطم الموضوع واني همينة خلاص يعني تناسيت السالفة. بس من هذا اليوم وإلى ما بعده نور انقلبت 180 درجة. قامت نور ما تحكي ياي أبدا نهائيا، يعني من آني كنت السر مالتها والمشاكل وأي شيء صار عندها وأي شغلة ضوج من عندها تجي تسولف لي ياها، قامت كل شيء ما تحكي لي، لا طب لا تطلع 24 ساعة بغرفتها، قامت ما تشتغل بشغل البيت، نايمة للظهاري. عمتي همينة قامت تشتكي من عدها وتتعارك وياها وترزلها شنو هاي انتي نايمة للظهر كل شيء ما تسوين ما ادري شنو. وانا اشت اقول لها خالة عم عوفيها خطية هاي تعبانة ما ادري شنو، امشي الموضوع ما ببالي الشيء اللي راح اسولف لكم اياه هسه. ظل الموضوع هذا اشهر من الزمن، حتى الايام اللي احمد من يروح بيها للدوام ونتخابر ويسألني شلونكم شخباركم يسألني على نور اقول له عادي طبيعي والامور طبيعيه، ما جبت له نهائيا اي تفصيله عن هذا الشيء اللي صار، اللي هو اني نفسي اصلا ما كنت يعني ما كنت مهتمه له انه شو هالاختلاف اللي صار بحياه نور من شخص اجتماعي 100% الى شخص منعزل 100%. يعني والله العظيم لو ما الاكل اصلا حتى ما تجي ما تطلع تشوفنا يعني بهالشكل هذا. فقلت لكم استمرت حالة نور لفترة طويلة على هاي الوضعية. بيوم من الأيام أنا قاعدة فوق بغرفتي، جتي طبت علي هي، هلا وشلونك مدري شنو، قالت لي أريد أخذ من هاي النسات الكباسة والحلويات اللي عندك بالكنتور عادي يعني؟ قلت لي يا بطب الكنتور أخذك قلبي أخذ اللي عجبك يعني. راحت أخذت، بس أنا انتبهت على نور، نور متمكيجة وطالعة يعني على آخر حبة، لابسة هدوم مال البيت بس مال وحدة كأنها ما عندها طالعة هيك يعني، كانت متمكيجة ومعتنية بروحها. وصراحة يعني أوكي أما همين يعني صفيت نيتي وما حكيت فد شي يعني، أو بيني وبين نفسي ما علقت على الموضوع يعني، قلت هاي همين خطية بنية ومن حقها أنه مرات تستعرض جمالها وتفرح بحالها يعني، حالها حال أي بنية تحب تتمكيج وهالسوالف. طلعت هي من الغرفة ما أدري شنو، خابرني أحمد همين نفس التليفون، شلونك شخبارك أمورك ما أدري شنو الجهال شلونك، يلا في مال لا في مال لا تصبحين على خير. خلي راسي على المخدة قلب يمين يسار ما أدري شنو، أريد أنام أريد يجي نوم ماكو. شايفين هذا من واحد يجي أرق يظل يحس إنه أكو هنا أنا محرك شغال، هو ما دي يفكر في شيء بس هنا أنا يحس أكو يجي صوت ونا بالدماغ. أريد أنام أريد أحاول أبد شلون ما أدري شنو، قريت قرآن قريت أدعية المعوذتين قل هو الله أحد الفاتحة أريد أنام ما يجي نوم. أخي شقيت خلي أنزل جوا أتوضى وصعد فوق اصلي لي ركعتين اقرا شوي قران بلكت انعس وانام. نزلت جوا بس انا شنو نازل علي كيف همين، قلت لكم على مود لا حد يحس بالبيت يعني لا اسوي طقطقه ولا سوالف واحد يقعد. ظلم الغرفه نور همينه مشتغل ودا اسمع صوت همس نور قاعده تحكي بس صوتها مو مفهوم بس شلون قاعده يشاور بهالشكل هيك يعني هيك دا اسمع الصوت ودا اسمع صوت ولد صوت رجال. أنا ظلي صافنة يعني فزيت شنو هذا صوت الرجال، متوهمة صوت رجال لو أخاف صوت مسلسلة يعني نور اللي قاعدة تتفرج مسلسلة صوت من عنده طالع. سأسمع لا هذا رجال دي يحكي ونور دي جاوبه همينة الكلام اللي بيناتهم شنو أنا مدى أفهمه بس أكو همس بيناتهم يعني أكو صوت ناصي. فدقيت الباب على كيف بصوت ناصي على مود عمتي والجهال اللي يقعدون همينة، فصاحت منو؟ قلت لها اني زهراء شبيك فتحي لي الباب اريد احكي وياك، كانت تقول لي روحي روحي اريد انام تعبانه مالي خلق هسه. قلت لها دي فتحي الباب شبيك اريد احكي وياك اريد اراويك فشي يفوتك والله هسه فتحي الباب اللي اراويك اياه. شو هاي من قلت لها هيك شي كانت تعيط علي روحي هاي شبيك ايش قد حقيره انت كافله تلحين. وانا صراحه هنا حيل انصدمت فزيت يعني ما سامع نور بحياتي تحكي وياي بهالاسلوب هذا وبهالعياط وبهالصياح وهيك تغلط علي وحقيره وكريهه.
من كثر يعني صياحها قعدت عمتي فجتي ها شكو شبيكم؟ قلت لا ماكو شيء قاعدني اني نورد النشاقه ما ادري شنو وخلاص انا صاعده فوق الغرفتي. فسويت روحي دا اصعد يعني خال رجناتي على اول باي من الدرج واي شيء اسوي ادق برجناتي كانما اني صعدت وختلت ورا باب المطبخ اريد اشوف شنو اللي بغرفة نور. والله العظيم ماكو دقيقة دقيقتين وكان اشوف لكم باب غرفة نور انفتح وطلع من عندها ولد تقريبا بقصة زوجي. هاني نانا هيجي فزيت انصدمت خفت ما اعرف شو اسوي يعني صار قبالي يعني من ينفتح باب الغرفة مال نور يصير باب المطبخ مقابلها. فاني شفت الموقف هيك انصدمت وما اعرف شو اسوي. النور شافتني راسا قامت تعيط وتصيح تعيط وصيح ويبوه لحقوني واكو ولد بالبيت. بهالاثناء من جتي عمتي مرت الاخ شكو وتقابلت هي ويا هذا الولد همينه هو دفعها وراح انهزم من السياج وطفر راح خلص من السالفه وما بيها. هناك شو هاي النور قامت تصيح وتعيط تعالي يمه لحقيني زهراء جايبه ولد وياها للبيت وهسه شفتهم اني نازلين جوا. اني من حراره الموقف ومدى استوعب شنو اللي صار قلت لها النور انت ايش قاعده تحكين اني توني نزلت من فوق والصوت طالع من غرفتك ودقيت عليك الباب وانت صيحتي علي وغلطتي علي وروح وما ادري شنو اني ختلت ورا الباب والولد طلع من يمك من يم الغرفه. بس هذا الحكي شنو اني دا احكي وارجف وما مستوعبه شنو اللي صاير. هذيك تعيط وصيح وانتي ما تستحين واخويا انتي خنتي ثقة اخويا وانتي بلا شرف وانتي هيجي. قلبت الموضوع علي 180 درجة بحيث من التبلي اللي قامت تتبلى علي اني ما اعرف ايش اطمطم يعني ايش تحكي يا حكايه تحكيها ما اعرف شنو اللي اقول لها ما اعرف شلون اسكت ايش احكي ما كان ما يطلع من عندي الحكي نهائيا. عمتي قامت السبع بي والضرب بي وما تستحين وما ادري شنو. عمتي النوبه همين طبقت وياها بثواني راحت دقت تليفون لاحمد وزوجتك هيج وهيج وهيج وسولفت لك كل اللي صار واني صافنا ما مستوعبه. لكم يا عالم يا ناس ايش دا يصير اني الفقيره الشريفه العفيفه اللي مو يم السالفه نهائيا افتر الموضوع كله علي. احمد يخابر يفشر ويسب ودز علي اهلي عمتي الضربيه نور اللي كنت معتبرتها صديقه عمري وحياتي بهالشكل هذا هيك تتعامل وياي وهيك تطعني بظهري وتطعن بشرفي بهالشكل هذا وهي اللي مسويه هاي الشغله. هذا الموضوع اني نهائيا ما مستوعبته ولا دا اقدر استوعب شنو اللي صاير لحد ما جوي علي بيت اهلي اسمع صوت الرقع مال الباب من انفتح الباب لحد ما طبوا ولحد ما انكتلت وانسحلت والضرب والشلاليق والافشار من بيت زوجي من بيت اهل زوجي لحد بيتنا اني بتكفخ والضرب. شايفين هذا المنطقة من تلزم حرامي شلون الرايح والجاي يكفخ بي وضرب بي اني هيك صارت الرايح والجاي يضرب ويكفخ بي. من الكتل والضرب ما حسيت بحالي الا اني بغرفة ببيت اهلي ونايمة. قعدت من النوم شنو وين شنو اللي صاير اباوع جسمي مورم ازرق شعري منتف من الكتل دماي الدم اللي طالع من خشمي ومن حلقي وماكو هاي منانة من الضرب ناشف على وجهي هيك من الوجع والأذية واني ما مستوعبة شنو اللي صار من الخوف والارتباك اللي عندي. بهالاثناء منو اللي اجى من دوامه طلع من دوامه واجى البيت اهلي احمد زوجي. من سمعت حس احمد زوجي بالبيت واجى واني قاعدة بشعب الغرفة بالنهاية وفتح الباب هو علي جيت اسحف ابوس بايده وبرجله واتوسل بيه بس اريده يفتهم ويقتنع ويصدق باللي صار واحاول اشرح له يعني المفروض احمد هو اللي ينصفني بهاي الكذبة او الاتهام الباطل اللي صار علي. تفاجأت انه احمد يضرب بي يدفر بي وطيح الله حظك وانتي وحدة ساقطة وخاينة وبلا شرف ويتفل علي ويضرب بي ومنطاني مجال نهائيا احكي واقول اي شيء. حيث قال لي باي علي انتي وحدة ساقطة ومو شريفة واني ما اريد الوث ايدي بيك
وأنقس إيدي وأكتلج، خلي أهلك هم اللي يغسلون عارهم بنفسهم، أنتي طالق طالق طالق. دار وجهها وراح، وأني أزحف طلعت ورا أركض أتوسل، بس أريده يفهمني أبد، ولا بيها مجال ولا يقتنع ولا يسمع. عن دار على أمي، أبوس بإيد أمي، أبوس بإيد أبويا، أبوس بإيد أخوتي، بس أريد واحد من عندهم يقتنع. يا معودين هيجي أحكي وياهم، ألزمهم هيجي، والله كل واحد ألزم من وجهه هيجي، من أنا أقول لك لكم هاي أني أني بدكم، أنتم ما تعرفون بدكم شنو، ما تعرفون تربيتكم شنو، لكم أني سنين قاعدة هنا يمكم، فد يوم طلع من عندي هيجي تصرف، فد يوم شفتوني أني حاكي ويا أحد، فد يوم شفتوني مسوي هيجي شيء. أبد اللي صدق صدق، واللي ما اقتنع، واللي هذا يقول كذب، واللي يقول لا اكو بس مو بهالشكل، اشكال انواع. هيجي هيجي بالاخير ما حد صدقني، ورجعوني للغرفة وقفلوا علي الباب، واني صافنة ومصدومة باللي صار وياي وشلون اطلع من هاي المصيبة. بنص الليل انفتح الباب على كيف، طبت علي مرت اخوية انطتني علاقة، قالت لي هاك هالعلاقة، بيها عباية وبيها هدوم وفلوس، لبسي هدوم واخذي الفلوس ودير وجهك وانهزمي وطلعي من البيت، لانه ذولي ناويني كتلوج. اني مصدقة ومقتنعة انه مو انتي وما مسوية هذا الشيء، بس اني ما اقدر اساعدك اكثر من هذا الشيء، انطيتش ذني شغلات اخذيهن وانهزمي. اني همينة عرفت انه ما عندي غير حل، ما حد يصدقني بالبيت، لا زوجي لا اهلي، منو بعد راح يصدقني ويطلعني بريئة. لبست ودرت وجهي وطلعت، يا الله الطريق من باب المطبخ للطرمة صار شقد طويل علي، طلعت بنص الليل بالشارع ما اعرف وين اروح، اركض بين الفروع لحد ما وصلت للشارع العام، وبس اريد سيارة تجيني اريد اخذ تاكسي واروح لبغداد. وقفت التاكسي قلت له اخذني للجراج مال السيارات اللي طلعوني لبغداد، تاكسي تاكسيين ثلاثة ما حد يقبل يصعدني وياه، ما حد يقبل ياخذني، العالم تخاف مرة طالعة بهالليل هذا صعدة ويا تاكسي، منو يقبل يصعدها وياه ويطلع ويطلعها وياه، ما حد يقبل يسويها. اخي شو وقفت ابو تاكسي قلت له ابوس ايدك الله يخليك، عندي مشكلة، عندي حالة وفاة لازم اروح لبغداد هسه، اخذني الله يخليك. والله اخذني الجراج بغداد، ومن جراج بغداد اخذت سيارة نفرات يعني، وصلت لبغداد، ومنك اخذت تاكسي ورحت للإمام الكاظم. ما أعرف أي أحد ببغداد، لا عندي عرف لا عندي قرايب لا عندي أي مكان أروح له، ما كان ببالي غير أنه أروح للإمام الكاظم. أنا طبيت للصحن، انهاريت بتشي وعياط وصياح وشكوى، وسولفت كل اللي صار وياي، هذا الفيلم والمقتل اللي صار وياي وهاي الاحداث كليتها، واني اتبلعم بالحكي وما اقدر اسولف الاحد اللي صار، ومصدومة من حكي نور ومن ردة فعل زوجي ومن ردة فعل اهلي، ما كنت اقدر اسولف مرة واحدة بمنطق شنو اللي صار. بالامام سولفت كل اللي صار واعيط بصوت عالي وابتشي، والعالم تباوى علي العالم تباوى علي لحد ما انهاريت، ما حسيت إلا أكو مرة جتي علي هيك أخذتني بحضنها وظلت تطبطب علي، أخذت لي غفوة من 10 دقائق ربع ساعة من التعب والرعب اللي صار بي بهاليوم هذا، حد ما قعدتني قالت لي تعالي يما سولفي لي شنو قصتك أنتي، شنو اللي صار وياك. طلعنا من الإمام وسولفت لها بالتفصيل من الطقطق للسلام عليكم شنو اللي صار وياي بالضبط. قالت لي شوفي يما باعي، أنا مصدقتك ومصدقة انه انتي ما مسوية فتشي، بس اني ما اقدر اساعدك غير بشغلة واحدة بس، اني عندي بيت، عندي ولد شاب معوق نايم بالفراش، وعندي 3 بنات، تعالي انتي وياي للبيت، حالش حال هالثلاث بنات، بدل ما 3 يصيرن عندي 4، ومن انا الله كريم لحد ما ربك يسهلها ويحل مشكلتك. ورحت وياها وطبينا للبيت، واول ما طبينا قلت للبنات لا حد يحكي وياها، سووا لها فراش بالغرفه خلي تنام، فرشوا لي البنات بغرفتهن، لفيت راسي ونمت وما حسيت باي شيء نهائيا، حد ما ويا اذان المغرب قعدت سبحيت واكلت، وشوي يعني دا استوعب صدمه الشيء اللي صار وياي، اباوع البنات يباعون علي هيك بنظره انه
يعرفون اكو فد شيء ماكو يعني يباعون علي بس ما يقدرون يحجون لانه امهم مانعتهم انه يحجون وياي. كل اللي راح يشوفون هاي القصة راح يتوقعون انه مشكلتي انحلت وصار عليها زمن ولقيت فد حل او صار فد شيء. انا مشكلتي ما انحلت وصار لي 6 أشهر ببيت هاي العائلة وبعدني لحد الان وياهم، ومن شفت قناة علي وحكيت وياه وتواصلت وياه وشرحت له مشكلتي طلبت من عنده انه يسألكم، انه اتمنى انه تلقولي حل، اني اريد حل لمشكلتي. اني مرة انظلمت، انطعن بشرفي واني ما مسوي شيء، انحرمت من اولادي، اني يعني اولادي لا شايفتهم لا اعرف شنو اللي صار وياهم شنو اللي دي يسوون، هذا كله ما اعرفه اني. بنفس الوقت اجي اصفن افكر اقول انه اني من طلعت من اهلي اخذوني من بيت زوجي تليفوني بقى بالبيت، يا ترى هل احمد زوجي اجى وفتح التليفون وشاف انه ما بي شيء، يعني لا حد شوي احد ولا عندي رسائل ولا عندي مكالمات و و و ولا اي شيء نهائيا؟ هل يا ترى عرف فعلا انه اخته هي اللي كانت جايبه هذا الولد والموضوع من عندها بس قال لك انه خلاص اني هاي بكل اسمها مرة اعتبرها انه مرة مو شريفة وطلقتها وانتهى الموضوع فما راح ينطب اخته؟ ما اعرف شنو اللي صار ببيت اهلي، اهلي دي يدورون علي، اهلي افتهموا القصة شنو اللي صارت، كل شيء ما اعرف. من ذاك اليوم لحد هاي اللحظة اللي انتو تشوفون بيها قصتي انا ما عندي اي فكرة عن شنو اللي صار ورايا. فاتمنى من اي احد يقدر يساعدني او يلقى لي حل لا يقصر وياي، لانه انا والله العظيم مظلومة وما سويت هذا الشيء. هذه كانت قصة زهراء، اتمنى انه اللي يقدر يساعدها لا يقصر. البنية مثل ما قلت لكم ما حل مشكلتها لحد الان وبعدها تعاني من نفس الشيء. تناقشت وياها اني واقترحت عليها شغلة، يعني ما راح اقول لكم اياها بالفيديو، راح انتظر من عندكم بالتعليقات تكتبوا لي شنو الحل برأيكم الها. نصيحتي لكم بهذا الفيديو على مود العالم لا تفهم السالفة غلط، الموضوع ما متعلق بالتليفون، لا تتوقعون انه الحل حتى العالم تخلص من هيك مشاكل والحرام او الشيطان لا يدخل ببيوتنا والعوائلنا، الحل يكون بانه احنا نمنع التليفون عن بناتنا او عن اولادنا. اي نعم هو سلاح ذو حدين، نفس التليفون اللي ممكن تتواصل بيه، نفس التليفون اللي ممكن تستمتع بالفيديوهات اللي بيه او تشتغل بالانترنت الى اخره، نفسه ممكن يسبب لنا مصيبة مثل هاي المصيبة. ولكن ما يكون هذا الحل النهائي انه احنا نمنع التليفون على مود نخلص من هيك مشاكل. اتمنى انه استفاديتوا من هاي القصة، لا تنسون اللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. كان وياكم علي البزاز، اشوفكم قصة جديدة، في امان الله.